مدام شمشنتي خلصت في الكتاب في النهاية إلى أن لا، بتعتبرت أن نادية يسري قتلت سعاد حسني. لماذا؟ وبهدوء شديد، واحد اتنين تلاتة، وبدون انفعال. بس هي الكلام اللي قالته مدام نادية مش حقيقي، اه ان هي اتعرفت على المرحومة في الستينات، هي اتعرفت على المرحومة في السبعينات، وكانت بتشتغل عندها سكرتيرة، وانا حطيت الورق اللي بيثبت انها كانت بتاخد مرتب من المرحومة، كانت شغالة عندها، وهي وقفت جنبها جامد قوي، لان كانت ظروفها وكانت منفصلة عن اهلها، وكان عندها مشكلة، وكانت اه عندها مشكلة مع واحد كانت بتحبه وكانت حامل منه والكلام يعني ده كله، فكانت طيب واقفة معاها في الفترة دي وخدتها وعملت لها. خلينا نقول لا معلش يا عندها استاذ وائل ظروف بقى، معلش خاصة يعني، بس مش عايز ماشي 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 زي ما اتفقنا، اصل انت طيب، ما عارف عادي، ما انا لازم بنتكلم عن قانون بقى سنوات مضت يعني. ايا كان سنوات طيب مرض ايه، عندها ما هو ظروف عاطفية خاصة، ظروف خلاص عائلية وقفت خاصة. المرحومة جنبها وكانت بتساندها وكانت بتديها فلوس وكانت بتشتغل عندها، ده شهور وده مكتوب عندك هنا والورق بخط ايد المرحومة، ماهية نادية طيب يسري في هو شهر هنا كذا في شهر كذا. اللي موجود في ده، لو صح نصوره كده استاذ اشرف وهقوله، ومدام ناديه ترد عليه، اللي هو الجزء اللي هي الاوراق دي كده، اللي انت بتقولي عليها دي، بخط ايد سعاد. ايوه. بس هنا ما بتقولش انها شغاله عندي، بتقول لا سلفه، لا 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 سلفه من لا ناديه. لا يا استاذ وائل، ما نقولش كلام كده، انا ماشي. انا شا... ماهية نادية يسري لشهر فبراير، ماهية نادية يسري لشهر فبراير يعني ايه؟ ماهية يعني ايه؟ لا فين ما هي؟ اهي في الورقة الأخير اهي دي ماهية؟ اهي، ماشي. اه طيب ماهية ده نادية يسري ما قبضت، ويبقى كده خد الشهر مايو، الصفحة اللي جنبها، ماشي ماشي. نادية يسري سلفة لشهر يوليو، طيب هتسجلي ده عندك يا مدام نادية، وانا هسألك فيه يعني لغاية ما هي بس تخلص. ده بخط ايد المرحومة انها كانت بتشتغل عندها، ماشي. دي وده حاجة الحقيقة يعني، حتى في كل الأحوال لا يسيء لأحد يعني. انا ما بسيش لحد، لكن هي مش صاحبتها، هي كانت بتشتغل عندها، لكن كان من ضمن المخطط ان هي تقال انها صاحبتها بعد عملية القتل، ماشي، ان هي تقول انها صديقتها، هي مش صديقتها، هي كانت الصعب بتعطف عليها، وكل ما كانت بتنزل من لندن كانت بتفتح لها بيتها وبتديها فلوس، والكلام ده عارفه جوزها كويس قوي الاستاذ ماهر عويد، تمام، والناس كتير قوي عارفه الموضوع ده، مين ناديه يسري بالنسبه للمرحومه، ما هي طيب صاحبتها عشان تعرف اسرارها او تعرف تفاصيل، زائد اه ان بس المرحومه، الخطاب اللي احنا اللي زائد ان نشرناه ده، المرحومه ما عادتش عندها زي ما حضرتك، طب بس زي ده هي ما بس بتقول خلي بالك، الخطاب اللي هي بخط يد سعاد حسني ده، عادي، ما ممكن سعاد ست طيبه جدا، وواحده بتبعت لها جوابات هترد عليها، ما هي برضو كانت قاعده معاها في البيت لمده سنه تقريبا. ده بتتكلم عن صداقة عمر، وانت لا لا عمري ايه حبيبتي ده، وانت هما عارفة. سنتين ولا سنه ونص، لا 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 عمري ايه، عمري ايه، هي هاجرت من مصر وراحت اشتغلت في الشيراتون، وبعدين عملت مشروع مع رجاء الجداوي وسابت المرحوم خالص. طيب هي يعني المهم يعني ده مقدمة، انت عايزة تقولي لم لا تكن صديقة لا ما كانتش لسعاد صديقة. حسني، كانت سكرتيرة لها، وسعاد كانت ايه يعني بتعطف عليها اه يعني. طبعا. يعني انا شخصيا اي حد يتمنى ان سعاد حسني تعطف عليه يعني. طيب وهي لو خليني، انكرتها يعني هي تتحمل بقى عند ربنا النتائج. طيب ندخل في يعني في كل الاحوال هتبقى تفاصيل. طيب لا لو في تفاصيل التفاصيل بقى يا ايه استاذ ايه وائل. ده مدخل لايه بقى يعني؟ هنا السؤال اللي انا سألته طب انا بس هسأل سؤال، هي إيه ساعة لحظة الوفاة انكرت ليه ان دي سعاد حسني، وانكرت ان ليها اهل، وانكرت ان ليها زوج؟ طيب ده سؤال بتسأليه، أسأله لها بقى وأرجع. مدام نادية في لما سقطت سعاد حسني على الأرض، في بعض الشهود قالوا إحنا سألناها دي مين، فأنت لا مش حد سألني ما حد، قلتيش إنها سعاد لا حسني انا مش يعني. قلت، ولا حد سألني ولا انا قلت اي لا حاجة. في واحدة سألت لا لك وطلعت لك تاني يوم الصبح وقالت لك مدام إيمان الإدريسي لا الست بس المغربية، تحت تحت ولقيتك تحت لقيتك مش معاكي واحد صاحبك اسمعي، وبتشربي خمرة بشرب وقاعدين مع خمرة بعض بس مش الصبح. بظلم الناس واتكلم على عرضهم مش انا على بقول عرضهم. لك هي قالت لي ايه بالظبط، طلعت وقالت لك ليه انت ما قلتيش ان دي سعاد حسني، لا انت طيب لسه قاعدة في المكان اللي انت سقطت سعاد لما فيه، سقطت سعاد حسني ازاي قاعدة في من المكان؟ الشرفة يعني هنا، فالناس سألوا دي مين، ف لا مش حد سأل، إيمان الإدريسي شاهدة مغربية لا قالت هي اجت، انا كنت بعد الاسعاف ما اجوا قالوا خلاص راحت، انا كنت هيستيريكال يعني خالص، فمش عارفه مين اللي اجى، انا مش كنت شايفه اي حاجه،
فقلت لهم دي اختي وحبيبتي وصاحبتي، ده كل اللي قلته، مش جبت سيره اسمها خالص عشان اسطر عليها، بس انا مش عارفه كان موضوع ايه، وده كله كنت عامله زي واخده بينك يا استاذ وائل. بس انا دي واحده عايزه اسالك. انا عايزه اسال السيده ناديه، هي سعاد حسني مؤذيه قوي كده؟ سعاد حسني مؤذيه؟ ليه بتسالي السؤال ده؟ ردي بس، ليه بتسالي السؤال؟ هقول لك ليه. لا تقولي لي ليه. يا استاذ وائل، مدام ناديه بتقول لك ان انا جيت وهي واقفه في البلكونه، هي مستنيه ناديه تيجي عشان هي ترمي نفسها سايكولوجيكالي. عشان انا الاقيها. ايوه، عشان مش احد غريب يلاقيها. ودي صح. المنتحر يا اما بيكتب ورقه. لا مش شرط. لا مش شرط. يعني هي هنا، خليها بس عشان المشاهد بس، هي بتقول لك ان سعاد حسني انت كنت في الجامعه بتقولي وراجعه، فكان ممكن تنتحر في اي لحظه. صح. ليه لو الانتحار زي ما هي بتقول صحيح، لماذا تنتحر سعاد حسني في اللحظه اللي انت تيجي فيها تحت البلكونه؟ ما انا لسه قايله لك يا وائل، سايكولوجيكالي عشان انا اللي الاقيها مش الغرب اللي لقاها. يعني هي مستنيه ان انت تيجي، بحيث انها لو رمت نفسها فانت تلاقيها مش اي حد غريب. طيب هي جاوبت يا استاذ وائل، جاوبت على كده ان لماذا القت سعاد حسني بنفسها؟ ده اذا صحت وقعت الانتحار، يعني لحظه مجيئها. لحظه مجيئها قالت ليه؟ يا استاذ وائل، ده نفسيا مدام ناديه بتقول ان هي وصلت للجثمان وحضنتها والكلام ده ما حصلش، لان الشهود اللي وصل للجثمان جزء من الادريسي. لا ولا حد قرب لها. مش موجوده يا مدام. لا يا استاذ وائل، انا ما كنتش موجوده، لكن انا رحت لندن وكلمت الناس دي وعرفت ولا منهم كل التفاصيل. ولا حد قرب لسعاد ابدا يا وائل. انا كنت الوحيده اللي جريت عليها. لا، وكنت عايزه تفتحي ايديها تاخدي منها حاجه ابدا. واقول لك هي ايه الحاجه دلوقتي؟ ايه دي؟ سلسله اللي شددها ولا شعر اللي شددها؟ ما ترسوا على حل، يعني ايه اللي شددته؟ طيب خلينا يا جماعه بيدو يا مدام ناديه، بيدو يا مدام. الخناقه اللي حصلت مش كان في خناقه، لا كان في خناقه وكان في شهود يا استاذ وائل، واللي شاهد على ده الاستاذ عمر. احنا اتفقنا بيدو، انا لسه هاجي للخناق، بس كانت هتاخد ايه من ايد سعاد حسني؟ كانت في خناقه فوق. سعاد حسني ميته، هتاخد منها ايه؟ ما ده اللي سالناه في المحكمه، ان كان ايدها مقفوله وهي كانت عايزه تفتح ايديها بالعافيه، وبعدها الجزء ايمان الادريسي يعني الجثمان. وانا سالته وسالتها، قلت له بيدو مدام ندى انت هتهد على كل ده؟ لا اصل ده صعب. طيب. ده ولا بس ده خلي بالك، كل ده يعني ما هوش دليل ممسوك. ما انت بتقولي احتمال. ما هو ده مش احتمال، ده شهود يا استاذ وائل. مجاز ايدين سعاد حسني فاضيه. لا يا استاذ، يعني هي مقفوله بس فاضيه يعني؟ لا مش فاضيه، الله يرحمها. انا ولا مسيت ولا قربت الايد يا وائل. طيب انا بس انا عايز مدام ولا قربتي منها اساسا؟ لا، لان البوليس جه في ساعتها وعمل كوردون ومحدش قرب منها. لا ولا عمل كوردون ولا عمل حاجه. والراجل قال لك ابعدي عنها، ما تجيش جوابيها، انت اللي صاحبتي. لا حتى لو والدتي. لا غلط. طيب اللي حصل غير كده. لا طيب. اللي حصل بعدين انا سايباك. هم ما لهمش مصلحه ان يكذبوا، لا يعرفوكي ولا كانوا يعرفوها. خليني مدام جنجاب بهدوء شديد. الجزء الثاني اللي هو البعض مدام ناديه بتكلم عليه، هي هتقول حاجات وانت هترد عليها، وهنشوف دي هل دي ادله. ما هو كمان ده البعض هيقول لك وهو ده ادله قتل. القتل ده يا مدام جنجاب، يا استاذ وائل احنا بنمشي في التسلسل، لسه هيجي لسه هيجي. القتل ده معناه انك بتقولي ان عندي دليل. ايوه عندي قاطع دليل. قاطع ليه فلان قد ده؟ انت بتتهميه بتهمه مش سهله. هو انت عايزني اجيب الحدث من اخره ولا اجيب مدام ناديه؟ خليني في الجزء اللي لقيته عشان بس نبقى ماشيين بالتسلسل. كمان اللي بيستندوا، وانا حتى ببص في اوراق القضيه كلها يعني بقالي يومين، يعني اللي هم بيستندوا كمان ان كان في خناقه قبل ما ترمي سعاد حسني نفسها في البلكونه، خناقه داخل شقتك، وكان فيها صوت راجل وصوت سيدتين، يعني الجيران قالوا كده يعني. ولا الجيران قالوا حاجه، وسكوتلاند يارد راح في ديبارتمنت كده بتاع الصوت، لو في صوت عالي بتكلمهم بيجوا على طول. سكوتلاند يارد راح للديبارتمنت ده ولا لا اي ريبورت ولا اي شكوى يا استاذ وائل؟ الموضوع ده حضروا الاستاذ عمر زهران، كان ساعتها بيعمل شغل بعد الحادث في لندن، وقابل الشهود اللي عملوا البلاغ. طيب الشهود في الورق نفسه بقى، في الورق القضية نفسه بقى. في القضيه نفسها في الجلسه الاولانيه كانوا قالوا جمله غريبه، حتى القاضي علق عليها، قال ساعتها
قالوا ان احنا ما كناش موجودين وما سمعناش حاجه. فعلق القاضي يعني ايه ما كانوا موجودين وما سمعوش حاجه؟ كانوا موجودين ومش موجودين وخلاص. طيب. لكن موجودين كانوش موجودين وما سمعوش حاجه يعني ايه؟ لو السلطات انت عارفه اسكتلند يارد بس كمل شرطه 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 يعني شرطه ايه دي متورطه هي شرطه هي ايه شرطه اسكتلند يارد دي متورطه في الموضوع. ايه بقى الكلام بقى طيب. اللي لا يدخل عقل ولا دين؟ ايه الكلام هيدخل عقل ودين دلوقتي؟ لا طبعا لا ده انا سايباكي ربنا لا يا ما 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 كل واحد لربنا زي ما اتفقنا ده هي بتتهم الشرطه الشهو... لا 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 ما معنى كده ان انا اسكتلند يارد كتمت على الموضوع طبعا لا ايه نفوذ مدام ناديه في اسكتلند يارد ايه كتموا على الموضوع ليه؟ ايه نفوذها في مش نفوذها في الشرطه البريطانيه؟ لا لا ده شغل على مستوى عالي يا استاذ وائل ده هو بس الموضوع بتاع سعاد ده لا الموضوع اكبر من كده بكتير وبدليل بسيط وبدليل بسيط كل اللي اتقتلوا بالطريقه دي واترموا من العماره دي فيش ولا قضيه واحده اتحلت وقالوا مين اللي موته اللي هو من اشرف مروان لا نسي ناصف وعلي شفيق واشرف مروان وغيرهم كتير مش من العماره مش كانوا في لا العمارة. في نفس العماره لا اكلمك بنت لسه ناصف ولا تكلمي ولا حاجه مش كانوا في نفس العمارة. انت العماره رقم 6000 ايه شارع ايه لا مش 6000 ده الفلات نمبر ده الفلات نمبر هو اسمها ستيوارت تاور ستيوارت تاور ده بس انت بتقولي مش دي اللي كان فيها اشرف مروان ولا لسه ناصف ولا علي شفيق مش دي